اللي هو جيب الزاوية الحادة. بدنا نتعرف على كيف نحسب جيب زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية. نحسب قياس الزاوية إذا علم جيبها، يعني نعمل حركتين، إذا أعطينا زاوية كيف نجيب جيبها، وإذا عرفنا قياس الزاوية أو عرفنا جيب الزاوية نعرف إيش هو المثلث. اشطب يلا. جيب الزاوية الحادة، النتاجات تحسب جيب زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية، تحسب قياس الزاوية إذا علم جيبها، وبنحل مسائل عملية عليها. شوف هنا الشكل يمثل سلما كهربيا طوله 15 متر، هذا السلم اللي هو هيك المايل، اوكي، اللي هو هذا السلم طوله 15 متر كويس، وقياس الزاوية التي يكون على 30 درجة كويس. جد ارتفاع اعلى السلم، والله في فيثاغورس بيحلها، بس في فيثاغورس كان لازم اعرف طول الضلع القائمة وطول ضلع القائمة حتى استطيع اني يعني اعرف الضلع الاخر، يعني لازم اكون عارف لي واحد منهم. طب هنا ناقص معلومات، طب في هاي الحالة طب كيف بدنا نحسب؟ بدنا نتعرف على معلومة جديدة. طلع نشاط الشكل فيه جيم زاوية حادة مشتركة في جميع المثلثات القائمة الزاوية ألف باء جيم. شوف عندك جيم موجودة في المثلث الكبير هذا، شايفينه؟ هذا أكبر واحد. الزاوية جيم هي أحدى زوايا. كمان نفس الشيء لو أخذنا المثلث الثاني اللي هو طاعن جيم، كمان المثلث فيه زاوية جيم. المثلث هذا جيم فيه أيضا الزاوية جيم. ألبا جيم فيه الزاوية جيم. خلينا نسوي النشاط اللي مطلوب هون، نعبي الجدول الاسترجاعي اللي هو طالب منا إن نعبي. إيش بقول؟ بقول ألبا قديش طوله؟ أربع وحدات. ألبا حكي لي إنه أربع وحدات، هي تحط على الجريد، عد واحد اثنين ثلاث أربعة بالعد كويس. وطول الوتر خمس وحدات، إذن لو بدنا نطلع الضلع الثالث اللي هو باجي راح يطلع ثلاث وحدات، وهذا من المثلثات المشهوره، مثلث فيثاغورس المشهور. طيب سؤال الان، لو قسمنا المقابل للزاويه جيم، مقابل كيف يعني مقابل؟ انا هاي في ناس بتلخبطوا في المقابل. لا يا جماعه، المقابل يعني بتعمل الزاويه زي هيك، بتشوف الضلع اللي قبالها هيك، السهم اللي هذا، يعني هذا الضلع هو المقابل على الوتر، بيطلع 4 على 5. طب سؤال، لو قسمنا 8 على 10 اللي هو المثلث الكبير هذا اللي بعده اللي هو ه د ج، نفس القضية، المقابل للزاوية ج راح يكون في الحالة هو ه د اللي هو طوله 8، وطول الوتر بيساوي 10 وحدات. فلو قسمنا 8 على 10 واختصرناها راح تطلع 4 5 قسم على 2 الطرفين. يلا هلا بدنا طول طاعين، طاعين اللي هو المقابل، عد الوحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اذا 12، وهون راح يطلع 15. لو قسمنا 12 على 15 اللي هو المقابل على الوتر، اختصر على 3 بيطلع 4 على 5. نفس الشيء نجي على الاخير، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، وهو راح يكون 20، 16 على 20 ويساوي 4 على 5. لاحظ انه دائما المقابل على الوتر بيعطي نفس القيمة. هذا اللي راح نسميه انه جيب الزاوية جيم يساوي المقابل على الوتر، وهو قيمة ثابتة لجميع المثلثات في الشكل. بالمناسبة هذه المثلثات كلها نستطيع أن نقول عنها أنها مثلثات متشابهة. إذا جيب الزاوية شو اتفقنا عليه؟ هو نسبة، يعني بسط مقام، بيكون عدد على عدد زي 4 على 5 كويس، وهذه النسبة هي تمثل المقابل، طبعا لازم يكون المثلث قائم الزاوية على الوتر. انتهت القصة، خلاص هذا هو درسنا اللي بعده. بالانجليزي شو بنقول عنها؟ ساين. هنا لو جينا فتحنا كالكوليتر، فتحنا الكالكوليتر، هاي الكالكوليتر موجودة عندي على الجهاز، شايف كيف؟ واخذنا الساينتفك كالكوليتر، شايفين هذا الرمز ساين،
هذا الساين هو رمز الجيب. طيب وهذا ايش الرمز؟ كوساين يعني اللي هو رمز جيب التمام، وتان هو رمز الظل. من متطلبات هذا المادة انكم تعرفوا تشتغلوا على الآلة الحاسبة. خلنا نشوف مثلا الزاوية 30، وراح كاتب زاوية 30 وبعمل ساين، طلع قديش الجواب؟ نص. طيب خلينا نعمل الزاوية 50، كم ساينها؟ اوه 76%. لاحظوا كيف؟ هاي الطريقة اللي مستخدم فيها الآلة الحاسبة للحساب. بقول لك ابحث في النت عن سبب تسمية جيب الزاوية بهذا الاسم. والله خلينا نشوف، نمشي معاكم نروح نشوف النت شو بتحكي. روح على الحج جوجل، قل له عرفنا يا جوجل ليش بسموا الجيب بهذا الاسم. نكتب له هنا لماذا سمي الجيب بهذا الاسم. ها والله حتى نفس السؤال كأنه جاي. طبعا احنا في الويكيبيديا يعني ليست مصدرا موثوقا للمعلومة، ولكن يمكن يعطينا هند سريع. شوف هاي رسمة الجيب ترى. اوكي بالانجليزية، وهو طول ضلع المقابل مقسوم على طول الوتر في مثلث زاوية قائمة، يكون وتر الضلع المقابل ساين في المثلث القائم. في الرياضيات والفيزياء والهندسة الدوائر المثلثية، طبعا عرفنا ليش بيسموها نسبة مثلثية، لانه موجودة في مثلث قائم الزاوية. خلص اصلنا عارفينها. يعتقد أن كلمة جيب أجت من الكلمة اللاتينية ساينس، ومعناها يمثل الإكليل أو الخليج أو الحضن أو الصدر أو الشيء المطلوب. ترجمت إلى العربية بكلمة جيب، زي جيب، جيبتي يعني بحط فيها زي إشي يحتوي. استعيرت طريقة الخطأ في لفظ لغة هندية قديمة تعرف بس جافا بمعنى وتر، وكانت ترادف على كلمات في اللغات. يعني ممكن يعني أخذنا تصور لماذا سميت بهذا الاسم. يلا الأمثلة في الشكل 7-4، ووفقا لفيثاغورس معروف هذا القيمة إنه إحنا نقدر نطلع الوتر بكل سهولة. الآن لو بدنا نجيب جيب الزاوية جيم، نقول جيب الزاوية جيم يساوي المقابل للزاوية جيم اللي هو 9 على الوتر هو 15. طب لو قلنا لكم نجيبوا نجيب الزاوية ألف، بس زاوية ألف مين المقابل لها؟ الضلع جيم باء لطول 12، إذا 12 على 15. إذا بتنتبه، إذا أنت مقابل لمين؟ والوتر دائما إحنا كنا عارفينه اللي هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذا هاي كل القصة. ننتقل على اللي بعدها.